مشاهدينا الكرام اهلا بكم مره تانية ولسه مكملين معاكم هذا الصباح وفقرتنا الثابته وهي جوله الصحافه واخبار متنوعه في الجرائد المصريه الصادره اليوم. وبيسعدنا ان يكون معنا في الاستوديو للتحليل والتعليق على هذه الاخبار الدكتور السيد رشاد الكاتب الصحفي بالاهرام العربي. اهلا بحضرتك معنا دكتور سيد. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. هنبدأ جولتنا الصحفية النهاردة من جريدة الأهرام والصفحة الأولى وهذا العنوان: الرئيس يبحث مع وفد أمريكي إحياء عملية السلامة، التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية يحقق استقرار المنطقة. يعني يمكن دكتور سيد طبعا القضية الفلسطينية بتحظى باهتمام مصري كبير وهي قضية العرب الأولى دائما، يعني فبنتكلم هنا عن الرسائل التي يحملها هذا اللقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوفد الأمريكي. الحقيقة طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وبالذات مصر، لأن هي دي بالنسبة لنا يعني فلسطين هي حدودك الحقيقية كدولة وجود مش دولة حدود، تبدأ من شمال العراق وشمال سوريا مش من سيناء يعني. فطبعا القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى بالتأكيد، لكن جت فترة من الفترات يعني الخمس سنوات أو أكثر الماضية تواطأ الجميع على نسيان أو إخفال أو تجنيب هذه القضية وساعدهم على أداء هذا الانشقاق الفلسطيني غير المسبوق اللي أسهم في يعني تغييب القضية، إضافة لانشغالات العربية في ثورات الربيع العربي والمخاطر الإقليمية التي وضع فيها العالم العربي طبقا لخرائط برنارد لويس. فالإشارة الأولى التي تحملها هذا الخبر هي تصاعد أو يعني عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى يعني نقطة البداية الصحيحة. حضرتك زي ما تعلمين والسادة المشاهدين إن كان الفترة الماضية مع مساندة فريق أوباما وفريق الصقور الأمريكية لجماعة الإخوان في مصر ورفضهم لـ30 يوم كان في توترات شديدة جدا في العلاقات، وصلت لمنع الطائرات F-15 والأباتشي من العودة لمصر يعني. لكن أدركت أمريكا وهي تدرك بالتأكيد أنه لا غنى عنها لمصر إذا أرادت أن تكون لها موضع قدم حقيقي في المنطقة، فهذه مباحثات السلام هذه إشارة مهمة على عودة هذه العلاقات، وهذا مهم لمصر خصوصا في المرحلة التالية. أكيد. فتصاعد العلاقات مع روسيا أو مع الاتحاد الأوروبي أو مع الصين لا يعني استبعاد أمريكا، فكما تعلمين أن السياسة أساسا يعني لعبة مصالح في الأساس، مفيش عداوات ثابتة ولا خصومات ثابتة. المؤشر الأهم تاني هو عودة القضية الحقيقية ومحور كل الأحداث في المنطقة العربية إلى المشهد الصدارة الذي تستحق وليق بها، لأنه ما يحدث من داعش وما يحدث من كذا وما يحدث كل دي روافد سنوية لنهر أساسي اسمه القضية الفلسطينية. السؤال الآن، هل يستطيع أوباما في أواخر عهده وبايله خلاص يعني كم شهر كده ويرحل غير مأسوف عليه من البيت الأبيض، هل يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه والتاريخه ويسجله التاريخ كما يتمنى هو شخصيا، ولن يسجله إلا في القضية الفلسطينية، لأنه يعني مشكلته مع كوبا اتحلت، مشكلته مع كثير من دول أمريكا اللاتينية اتحلت، لكن هذا هو المحك الحقيقي. وهل تقبل إسرائيل التي جاءها كل شيء على طبق من ذهب إلى درجة أنها ولأول مرة في تاريخها منذ إنشاء هذا الكيان المخلق المصنع من الغرب وهو ليس بدولة، هو مجرد قاعدة عسكرية، إسرائيل في عرف الدول ليس دولة، لا ما فيش أي مقومات الدولة، هو قاعدة عسكرية للغرب مش أكتر، فتخلى لأول مرة عن زيادة الميزانية العسكرية وزيادة ميزانية الدفاع ويحولها، وهذا هو الخطر الحقيقي، إلى البحث العلمي وإلى الرفاه الاقتصادي وإلى الأشياء يعني المسارات الاجتماعية. ده دلالة على أن إسرائيل مش محتاجة لا سلام ولا حرب، احتاج يعني إسرائيل أخذت كل حاجة. نأمل أن يعني تحقق هذه الخطوة يعني
بعض النجاحات، لان ده يصب في مصلحه جميع الاطراف اكيد. ويمكن في اطار يعني احياء عمليه السلام، مصر لا تتخلى عن دورها ابدا تجاه القضيه الفلسطينيه، ويمكن كان في احد الخطابات للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بضعه اشهر دعا الى عوده مره اخرى عوده عمليه السلام، وفي اطار طرح مبادره كبيره وزير الخارجيه المصري سامح شكري عمل جولات وراح اسرائيل طبعا. نعم صحيح. الى جريده الاخبار، ومن الصفحه الاولى بنقرا هذا العنوان: الرئيس يطلب تسوية منازعات المستثمرين واستمرار مساندتهم، جدول زمني لطرح الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة محليا وعالميا. يعني دكتور سيد، كيف تقيم هذه الخطوة من قبل الحكومة، طرح الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب في البورصة، إلى أي مدى تساهم في تحسين وإنعاش البورصة حاليا؟ الحقيقة نحن مع الاستثمار مؤكد، ونحن مع تسهيل الأمور لكل المستثمرين. المستثمرين هم المستثمرون، هم الكعكة الحقيقية التي يتصارع عليها كل دول العالم. فيعني بقدر ما حضرتك تاخدي من هذا الجزء من هذه الكعكة بقدر ما تنشطي اقتصادك. لكن اولا لابد ان يعني الناس برضو الكلام ده بيتسمع من 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 ثلاثه او اربعه عقود بنفس الصيغه، يمكن الخبر ده هتلاقيه مثلا 40 سنه لو نزلت ارشيف اي جورنال مصري. اولا لن يقوم هذا البلد الا على اقتصاد حقيقي، فالاقتصاد الحقيقي واحنا جربنا وشفنا ماذا فعل فينا الاقتصاد الورقي القائم على البورصه فقط. الاقتصاد الحقيقي هو يقوم على صناعة حقيقية تعتمد على الموارد الداخلية والمكون المحلي، مش صناعة المفك اللي احنا بنشتغلها دلوقتي، على زراعة حقيقية تقوم على دعم المنتج الحقيقي، لا دعم السمسار ولا دعم الوسيط ولا دعم المهرب ولا دعم المستغل ولا دعم المحتكر. حضرتك كيلو الطماطم بيطلع من الحقل بخمسين قرش بيوصلنا أنا بعشرة جنيه في البيت، التسعة ونص جنيه دول ما يعملوش اي قيمه مضافه، ده كل ده مال مهدر. يعني يبقى دعم حقيقي للزراعه. واذكر الساده المشاهدين في نهضه اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه، بعتت 300 ياباني عبقري في كلهم في مجاله، في الاقتصاد، في كذا، في كذا، في كذا. فقالت مثلا مين احسن دوله في التعليم في العالم؟ فقالوا لها سقف التعليم في العالم فنلندا، فبعتت واحد. مين احسن واحد في التقنيه؟ قالوا لها المانيا، فبعتت واحد. جت عند مصر بعتت اثنين عشان يتعلموا الزراعه، تقديرا لفكرة الزراعة والأهمية الزراعة. لدينا صناعات حقيقية، لدينا زراعة حقيقية، لدينا اقتصاد جديد اسمه الاقتصاد الإبداعي. احنا ناس مبدعين وعندنا أثار وعندنا وعندنا وعندنا، وده اقتصاد جديد ومهم جدا ومش محتاج تكلفة عالية. ثم تأتي البورصة يعني كفر لكل ده، لكن أن تقوم الحياة على البورصة فقط ويبقى دي كل المنى، البورصه ما لا هتاكل الناس ولا هتشربهم ولا كذا، خصوصا ان المستثمرين الاجانب في البورصه بيخشوا يحطوا اموالهم، واول ما بيعملوا يعني يحققوا مكاسب كبيره، لان ما عندكيش انت ضريبه على ارباح البورصه، بيسحبوها ويمشوا. انا اتمنى ان يكون التسهيلات ليس فقط لاسهم البورصه، ولا مش دي القضيه، يكون تسهيلات. عندي خطه استثماريه حقيقيه، أجيب المستثمر والزمه أقول له أنا عاوز مصنع كذا في سوهاج، أنا عاوز كذا في الوادي الجديد، ثم أقدم له كل الوسائل، وأهمها وأبرزها أرحمه من الفساد، أرحمه من كل المعرقلات الحقيقية. وفكرة الشباك الواحد، يعني طبعاً تنفيذ الاستثمار من الروتين والفساد اللي هم أكبر تكلفة استثمارية في مصر أكيد. ولكن على أي حال يعني الاستثمار في البورصة أكيد خطوة من ضمن خطوات كتير زي ما حضرتك بتقول، لكن يجب ألا تكون الوحيدة أكيد. إلى جريدة الجمهورية، ومن الصفحة الرابعة نقرأ هذا العنوان: في اجتماع وزاري برئاسة شريف إسماعيل، زيادة منافذ السلع واللحوم وتشديد الرقابة على الأسواق وإدارة لمتابعة السيارات المبردة. يعني دكتور سيد، كيف ترى هذه الجهود من قبل الحكومة لتوصيل السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وأيضا توفير منافذ في مختلف مناطق الجمهورية؟ الحقيقة يعني هذه الإجراءات وغيرها أيضا تصب في اتجاه تخفيف العبء عن الفقراء وعن يعني محدود الدخل ومعدوم الدخل أيضا يعني. لكن تبقى وهي جهود محمودة ومشكورة جدا يعني، لكن الحقيقة ما ينفعش طول الوقت عندي مريض مرض مزمن كل طول الوقت أديله أسبرين وأديله
ما يعني حتى جسمه هياخد مناعة. أولا الكميات والمعروض قليل جدا، وفي أماكن بعينها أنت تلاقي مثلا في يعني في حتت محدودة والمستفيدين محدودين. ولكن السيارات المتنقلة يعني بتجوب مناطق مختلفة، بيكون لها حرية التحرك أكتر يعني. تمام، بتجوب مناطق مختلفة، لكن هي في النفس في الآخر كمية محدودة. عربية فيها يعني دي تظل في دائرة المسكنات لمشكلة مزمنة. حان الوقت بجوار هذا المسكن حضرتك عندك ثلاث مسارات في أي حاجة في الدنيا. عندك مسار إطفاء حرائق، ومسار تكتيكي، ومسار استراتيجي. إطفاء الحرائق إن في حالات حادة دلوقتي لازم أعالجها فورا. يعني 6 الصبح طلعت لقيت البوتاجاز فيه أنبوبة مسربة وعاملة نار، تفطر الولاد وتكلهم الهدوم وتطلعهم المدرسة وترجع تطفي النار، ولا تطفي النار الأول حتى لو الولاد ما راحوش. فالمسار الحرج لكن لا يستمر طول الوقت. احنا عاوزين حان الوقت أيضا أن الدولة تضع يدها بشكل حقيقي في السلع الأساسية الاستراتيجية، وهم دول مش كتير. الأغذية الأساسية يعني طبق الخضار، الطماطم، السلطة، البصل، الحد الأدنى من البروتين، اللحوم والدواجن والأسماك بشكل معين، ورغيف الخبز، بالإضافة للزيوت، نوع أو نوعين من الزيوت. لو الدولة تدخلت في هذه السلع الستة عندك 1 مليون 2 مليون 3 مليون سلعة تانية، سيبيهم حر وسيبيهم كذا. لكن انت بتحفظي السلام الاجتماعي، بتحفظي المقومات الأساسية للمجتمع. ثانيا، طيب بدل ما انت بتعملي كده، طب ما تعملي شركات من الشباب المصري العاطل الكتير جدا، وهذه الشركات يتعامل ياخد هذه الأشياء وبتروسيكل كده، تكاتك اللي بهدلت الدنيا دي طلع قرار وعملها تروسيكلات تخش الحواري وكذا، ثم تعلب الحاجات دي وتوصل للمنازل بشكل أدمي، وحصل رسم توصيل بسعرها الحقيقي. انت كده وفرت، لأن تكلفة العربية دي مش أقل من 1 مليون وشوية المبردة، وفرت فرص عمل للشباب كتير جدا وحقيقية، ما حملتيش ميزانية الدولة أي حاجة، وصلت هذه السلع لمستحقيها بالفعل. انت عارفة ان الأماكن يعني العربية دي ما الذي يمنع ساكن مصر الجديدة أو ساكن أي كومباوند في مصر يشتري منها؟ لا شيء. لكن فعلا المستحقين في دول مش هنا، المستحقين معروفين وكذا وكذا وكذا، يبقى يتروح لهم بخريطة. حان الوقت يا أستاذة أن نقوم بعمل خريطة فعلية لكل حبة قمح وكل ذرة رمل وكل شعرة إنسان في مصر. عندنا الرقم القومي، لازم نعرف الفقراء ومحدود الدخل وكذا، أقوم أوجه لهم هؤلاء هذه المعونات مباشرة، وأعمل حاجة اسمها التشبيك. التشبيك إن أنا أضرب 6 عصافير بحجر واحد. أنا لما أعمل الشركة دي مش هكلف الميزانية حاجة، إحنا ميزانية مثقلة لوحدها أصلا، وفي نفس الوقت هجيب إيراد للدولة، في نفس الوقت هشغل عمالة. لما أخد 6 7 10 من كل شباب من كل حارة وكل شارع في مصر عارفين المكان وكذا وكذا، هحل أزمة التوك توك الكارثية. يعني أنا لا سمح الله من أدخل هذه المركبة لتدمر ما تبقى من شوارع وسلام ونظافة مصر. يعني وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت هوصل، وده الأهم، هوصل الدعم للمستحقين الحقيقيين اللي ما بيوصلهمش منه أكتر من 20% الآن. ففعلا العربات رائعة، وهذه الجهود ما كناش نشوفها في حكومات سابقة، شيء عظيمة. وهذا هو وجهاز الخدمة الوطنية أيضا للقوات المسلحة بيساهم، وهذا هو جانب الحنو اللي أشار به الرئيس عبد الفتاح والجيش على الشعب المصري. لكن سيظل هذا في دائرة المسكنات، نريد حلولا جذرية متوسطة وطويلة الأجل. أكيد يعني التوسع في الحلول لتوفير هذه السلع بشكل دائم. إلى جريدة المصري اليوم والصفحة 6، وبنقرأ هذا العنوان حول مشروع ضريبة القيمة المضافة. النواب يوافق على القيمة المضافة من حيث المبدأ، المجلس يخفض الضريبة إلى 13%. يعني دكتور سيد، تأتي هذه الضريبة الآن للمساهمة أيضا في تنفيذ الموازنة التي أقرها مجلس النواب، صحيح، لما هو متوقع من إيرادات أن تدخل من هذه الضريبة. نعم. فكيف ترى هذا القانون الآن؟ أولا ضريبة القيمة المضافة جت على حساب ضريبة المبيعات، ألغيت المبيعات وكذا. محل ضريبة القيمة المضافة، الفرق بينها وبين المبيعات أنه ضريبة المبيعات كانت حضرتك بتشتري سلعة بتدفع 10% على السلعة النهائية مرة واحدة وخلاص. ضريبة القيمة المضافة كل قيمة مضافة، يعني لو أديت لواحد قطعة خشب فعملها صنفرها، دي قيمة مضافة بندفع ضريبة. بعدين لو أديته استورجي
عمل لها الوان بندفع، بعدين عمل منها كرسي بندفع الكرسي، اتغلفت بندفع لحد ما توصل للمستهلك الاخير بيدفع قيمة. مين الذي يتحمل قيمه المستهلك؟ هو المستهلك الاخير، لانه كل واحد بيحمل على الحلقه اللي بعده. دي ضريبه القيمه المضافه، فهي اعلى، هي اعلى مره ونص من ضريبه المبيعات تقريبا. الحاجه الثانيه، مفروض ان في هذه القيمه الضريبه في شرائح معينه وفي سلع معينه معفاه منها، حوالي 56 سلعة تقريبا، 56 سلعة بهدف رفع البرد هذه المعاناة عن الفقراء. لكن لأننا للأسف في جزر معزولة، وإن في مجتمع مع الأسف أيضا فسد وأفسد، فالتجار والصناع ما بيرعوش أي، يعني هم مجرد ما طلعت ضريبة القيمة المضافة كل ما له علاقة وليس له علاقة من السلع تم رفعه بشكل مبالغ فيه، في ظل غياب رقابه حقيقيه على الاسواق واليه حقيقيه لضبط هذه الاسواق. لما دخلت قطار الخصخصه هرستي الناس بدون ما تعملي لهم بديل. بره لما عملوا خصخصه كان عندهم نقابات قويه، لانه مصلحه حتى المستثمر الخاص الاجنبي انه يبقى عنده نقابه قويه. حضرتك تتفاوضي مع 200 الف عامل في المصنع اسهل ولا مع 10 كويسين قوانين ال 200 الف بيثقوا فيهم؟ مع 10 احنا ما عندناش نقابات اساسا، كلها اشكال يعني شكل دون المضمون. عندك اليات لضبط السوق، عندك قوانين صارمه لمنع الاحتكار، شوف اللي حصل في مايكروسوفت في امريكا مثلا وهي معقل الاقتصاد الحر. في ظل هذه المعطيات ضريبه القيمه المضافه في تصوري هي الضريبه الصح في الوقت الخطا. انا كنت اتصور ان في حلول اكثر بكثير، اكثر ايرادات واكثر حرصا على السلام الاجتماعي، وتؤجل هذه الضريبه لحين عمل ارضيه صالحه لتنفيذها، وتقوم في الاساس على جهاز حقيقي لحمايه المستهلك، رقابه حقيقيه على الاسواق، اليه حقيقيه لتنفيذها بحيث لا يضر الناس. لكن الان الضريبه بصراحه شديده جدا، هي عبء شديد على الطبقه الوسطى، هي عبء اضافي الطبقه الوسطى اللي ما عادتش لا وسطى ولا اي حاجه خالص، اتهرست تماما وبقى يعني هي اللي بتدفع التكلفه. يعني نتمنى بالطبع ان طبعا هذه الضريبه هذه الطبقات يعني الوسطى. انا قلت يعني هي كانت الحكومه عايزه 15%، يعني كويس ان مجلس النواب نزلها 13، كان عايز 12 صحيح. لكن ال 13 ولا 15 ولا حتى 20 اهم من ده كله، هي ال 56 سلعه اللي حضرتك تفضلت واشرت اليهم يتم فعلا مراقبتهم، مراقبه اسعارهم بحيث لا يتم التلاعب من قبل التجار. عايز اقول لحضرتك حاليا واحد صيدلي صديقي يعني اسمه مكرم قال لي احنا الصيدله عملنا عشرات الملايين، مش رقم صغير، من بس فرق السعر القديم من الجديد نزلوا الحجم عرف. وقال لي يعني معلومه كارثيه، انا يعني قال لنا 5 سنين ما فيش الرقابه على الادويه ما جاتناش، ما بتمرش علينا، ده في سلعه استراتيجيه اسمها الدواء، اكيد فبالك يعني بقيه السلع. ارجو انه يكون يترافق ويتوازى مع ضريبه القيمه المضافه عليه حقيقيه لضبط الاسواق. اكيد شيء مهم جدا الرقابه على مختلف السلع. نعم. الى جريده الاهرام مره اخرى، ومن الصفحه السادسه بنقرا هذا العنوان: تيكاد يختتم اعماله بتوقيع 73 مذكره واصدار اعلان وخطه نيروبي، محلب يلتقي الرئيس الكيني ويفتتح الجناح المصري بمعرض المنتجات الافريقيه. يعني دكتور سيد لو تكلمنا عن أهمية المشاركة المصرية في هذا المؤتمر، ويمكن مصر بتحاول منذ فترة أن يعني تنمي علاقاتها وتعزيز علاقاتها بالأشقاء الأفارقة في المحيط الأفريقي. هي الحقيقة خطوة مهمة وجيدة في الطريق الصحيح نحو العودة الحقيقية لإفريقيا بعد طول زمن يعني أهملنا وأهدرنا محيطنا الحيوي الذي نتنفس منه هو إفريقيا. يعني احنا اصابنا الحول من كثره الالتفات الى الغرب الذي لا ينظر الينا ولن ينظر الينا الا باعتبارنا سوق عبيط استهلاكي عبيط لمنتجاته وحقل تجارب لابحاثه العلميه وغير العلميه وورشه لصنع المؤامرات وضد بعض، لا اكثر. الغرب لن ينظر الينا الا اكثر من دول، بينما محيطنا الحقيقي هو افريقيا. ثانيا، يبقى عندك سلع متوسطه الجوده او ضعيفه الجوده لا يمكن حضرتك تعرفي تنافسي بيها في الاسواق الاوروبيه. يعني سوقك الحقيقي هو افريقيا. ثالثا، الاقتصاد
مشترك إنساني عام، قد تفرق السياسة، قد تفرق الشؤون الأخرى، لكن الاقتصاد والثقافة والعلم دول مشتركات إنسانية عامة. لما يبقى الأفريقي ليه مصلحة اقتصادية عندك وانت ليك مصلحة عنده، لا هيقفلك في شر ولا هيأذيك في مية ولا آخره. المؤتمر زي ما قلت لحضرتك خطوة حقيقية. أتمنى بس يبقى عندنا، ما دام احنا ارتضينا الاقتصاد القطاع الاقتصاد الخاص، يبقى عندنا مستثمرين أكثر وعيا ويروح يستثمر في 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 دول افريقيه، خصوصا دول حوض النيل، يستثمر استثمارات مربحه. هو بالفعل ده موجود، بس يمكن حضرتك بتطالب انه ده يزيد، يعني بنسبه اكبر. جدا موجود. انت زمان كان عندك تواجد من خلال المقاولين العرب والنصر للسيارات، وما زالت موجوده. لا المقاولين العرب شويه، لكن النصر للسيارات انتهت والى اخره. روح هناك يعمل مصنع وجنبيه مدرسه، مصنع وجنبيه مستشفى، وهيكسبوا مكاسب طائله. حضرتك لو بعتي واحد يجيد الفرنسيه عشان يشتغل في كوت ديفوار ساحل العاج، هيحقق ارباح 10 اضعاف لو راح اشتغل في فرنسا وعرض نفسه للغرق في البحر المتوسط وكذا. الناس خصوصا شرق افريقيا غرب افريقيا اغنياء ويحبونا، وهم عارفين ان احنا مش طمعانين فيهم، ومش لنا ما لناش نظره استعماريه زيهم، وليكي تاريخ مشرف وعريق جدا، وليكي نفوذ سواء من الازهر او من الكنيسه الارثوذكسيه او من الشان الثقافي او من مما فعله الزعيم جمال عبد الناصر. يبقى استثمري كل دي مزايا مطلقة أو نسبية ليكي لابد أن تستثمريها. أنا أعتقد أن الاستثمار في أفريقيا هو طوق نجاة آخر مع عدد من، يعني مع استثمار في سيناء والمشروعات القومية، هو طوق نجاة آخر للاقتصاد المصري. أكيد يمكن زي ما حضرتك بتقول إنه العلاقات الاقتصادية ربما تكون سبيل لتسوية أي توتر أو نزاعات سياسية. طبعا. إلى جريدة الوطن وتحديدا من الصفحة الثانية بنقرأ هذا العنوان عن بعثة الحج رفع تأمين الحياة على حجاج القرعة ل60,000 جنيه، وفاة ثالث حاج مصري في تبوك، والعليا الأجهزة الرقابية ترصد الأداء. يعني طبعا خالص تعزينا لأسرة الحاج المصري الذي توفي في تبوك. ويعني كيف تتابع دكتور سيد البعثة المصرية وإجراءات الحج هذا العام؟ يعني دعائنا بأداء مناسك يعني موفقة، وعودة جميع الحجاج سالمين إلى الوطن إن شاء الله. الحج المصري فزورة، ويعني تصل أحيانا إلى يعني لك أن تعلمي حضرتك أن الحج بيجي من أمريكا أو تركيا أرخص مننا نحن في مصر، أرخص بكثير. أنا كان لي، أنا حجيت الحمد لله 2010 وشفت ده بعيني الحاجة. فدي تكلفة شديدة الارتفاع يستغل فيها القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص السعودي لهفه وحب المصريين لاداء المناسك سواء عمر او حج. الامر الاخر انه الخدمات اللي تقدم للحجاج المصريين رغم ان هم الاغلى وهم اللي بيدفعوا اكثر اقل بكثير جدا جدا من نظرائهم من اي جنسيه اخرى. شاهد حضرتك المهازل اللي بتحصل في منى مثلا. الحاجه الثالثه ارتفاع الدولار وارتفاع الريال السعودي عمل عبء إضافي ضخم جدا على الحجاج المصريين هذا العام. طبعا احنا بنستثنى حج القرعة لأنه الحج الحكومي، وطالما وضعت الحكومة يعني يدها في شيء فغالبا بتنحاز لمصالح البسطاء أو على الأقل ما بتعليش التكلفة عليهم. رفع التأمين ده شيء عظيم جدا، لأنه برضو 60,000 جنيه في يعني ده حاجة قليلة جدا، يعني لو حاجة أمريكا ولا حاجة بيبقى بالملايين. فرفع التأمين ده خطوة رائعة، لكن الأروع منها، لكن أكيد يعني بيختلف من بلد لبلد وظروف كل بلد. يعني أنا بقول إن ده حاجة كويسة جدا، أظن كان مبلغ أقل من كده 20,000 ولا حاجة السنوات اللي فاتت. لكن كل اللي أنا بقوله، حان الوقت أيضا نحفظ كرامة الإنسان المصري في الخارج عاملا أو حاجا أو كذا أو كذا أو كذا. وحفظ الكرامة لا يتم إلا بشيئين: حفظ حقوقه أول حاجة وضمان الأداء الجيد ليه، وثانيا إلزامه بقوانين وإلزامه يعني بشكل راقي بقوانين ومسؤوليات هذا المكان اللي رايح له. فيعني واضح أنه في خطوات إيجابية في هذا المجال، وربنا يوفق إن شاء الله بإذن الله. أكيد يعني يمكن هناك بعثة طبية مرافقة للحجاج المصريين مكونة من 26 عيادة وطواقم طبية مختلفة، مسعفين وممرضين وإداريين وما إلى ذلك. أكيد يعني بتعتني بالحجاج، ونتمنى زي ما حضرتك قلت عودتهم. الحقيقه انا كمان بشوف تجارب حلوه، انا شفت اليابانيين هناك والماليزيين وكذا، البعثه موحده بزي موحد بالعلم بتاعهم اشاراتهم، ما حدش بيتوه، ما حدش بيتخلف، ما حد في نظام في سيستم.
ايه اللي منعنا ان احنا نعمل هذا السيستم واحنا يعني اول دوله حضاريه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ العالم كله؟ ايه المشكله لو احنا عملنا حجاج القرعه، حجاج السياحه، حجاج كذا بهذا السيستم، بحيث يتحركوا كمجموعات ويعملوا كمجموعات زي ما كل دي الدنيا تمشي يعني. اسمح لنا دكتور سيد ان احنا نخرج لفاصل ونرجع تاني نستكمل مع حضرتك حوارنا. مشاهدينا فاصل ونعود لنستكمل هذا الحوار.